مساء الخير مشاهدينا، أرحب فيكم في حلقة مميزة مع ضيفة مميزة، وأعد نفسي محظوظة اليوم أن هي ضيفتي كونها هي مقلة إعلاميا بسبب عملها. فأرحب في شيخة حصة سعد العبد الله الصباح. مساء الله بالخير. تسلمين. الله يسلمك شيخة. خلينا نبدي حوارنا في طفولتك، كانت في فرج الشيوخ. كلميني عن هالفترة. طبعا يعني ولدت في فرج الشيوخ بيت اليد عبد الله السالم، وعشنا هناك داخل السور مدة 4 سنين، بعدين انتقلنا إلى الشويخ اللي هو بيت الوالد. بيت الوالد. طبعا لي ذكريات في الكويت قبل بالسور، يعني كان اتذكر مثلا اللي كانت تيجي تبيع السمسميه، واللي يعني ولي القماش اليمني كانوا على يبيعون القماش. اشياء اتذكرها. هذا اللي تذكرينها. وشلون كان لعبكم برا؟ لعبنا كان مع البنات بالفريج. وكنا نلعب، والله نسيت حتى اسمها، الحصم. نسيت اسمها. فكنا يعني كان شيء لعبنا كله اليهال بالفريج، ما كان في شيء يعني لحتى ما كان امان. وذاك الوقت البيت كان تقريبا في المنطقه اللي فيها المسجد الكبير. هذيك المنطقه على ما اذكر يعني. وكان يمنا ايران عمي خالد عبد الله السالم الله يرحمه. الله يرحمه. وبنته هي الله يرحمها. يعني لعبكم كله مع بنات عمك. بنات العم. انزين، وتالي ما كملتي دراستك بالكويت؟ لا، كملتها في درست في الكويت لمده 5 سنين، لصار عمري 10 سنين، في مدرسه انجليزيه، بحث انجليزي. انتقلتي وانت وايد صغيره؟ 10 سنين. 10 سنين انتقلت الى لبنان. للبنان؟ للبنان، كملت دراستي هناك. شنو السبب الانتقال؟ عشان للأسف أنه تخرجنا من مدرسة بحث إنجليزي ما كان فيها عربي. نعم. فما كان ممكن أكمل في المدارس الحكومية. فأبوي والوالدة شافوا أنه أقرب شيء هي لبنان. نعم. يعني أنت قلتي أن لغتك الأم هي الإنجليزية؟ للأسف. للأسف. ليش للأسف؟ لأنه ابتديت باللغة الإنجليزية من عمري 4 سنين، فهي اللغة اللي أفكر فيها وقريت فيها ودرست فيها، فصار العربي شويه صعب عندك. لحتى ما قررت انه لازم اتعلم عربي عدل، وحاولت والحمد لله نجحت، انه والوالد ساعدني كثير. ساعدك في اللغه. طيب انت بحكم يعني 14 سنه عشتي برا الكويت وتحديدا في لبنان، اتقنتي بعد وجدتي اللغه الفرنسيه؟ اي نعم. ومو بس اللغه، يعني تجدين ما شاء الله لهجات ولغات اخرى، بس من بينهم بعد في اللغة الإيطالية. هذه ما لها علاقة بلبنان، هذه شنو سالفتها؟ سالفتها لما دخلت في عالم الفاشن والأزياء وهذه. نعم. فطبعا كنت أروح إلى باريس وميلانو، وعلى هالأساس تعلمت اللغة الإيطالية. ما شاء الله. فأنت الحين تتكلمين أكثر من لغة؟ الحمد لله. ما شاء الله. وكل لهجات العربية. زين، ما شاء الله. في قصص. لأنه مجلس سيدات أعمال العرب. فتجدين اللهجات. تجد اللغة. طيب نقول قبل ما كان عندك صديقات كويتيات، أو ما كنتي تعرفين البنت الكويتية؟ صح. ولا كان عندي صديقات عرب يمكن؟ صحيح. لا، كان عندي صديقات عرب يعني في المدرسة مالتي اللي درست فيها بالكويت. لا، ما كان في عندي عرب، كلهم أجانب. لكن في لبنان طبعا يعني عندي صديقات كثيرة، يعني من الطفولة إلى الثانوية إلى الجامعة. نعم. ورجعت الكويت عشان يعني لقيت نفسي انه حتى لما اشتغلت في شركه كويتيه فرنسيه. نعم. فهذا بعد ما ساعدني على التعرف على البنت الكويتيه. فجتني الفكره انه افتح محل ازياء، شركه ازياء. ومنها اقنعت الوالد انه هذا لسبب انه التعرف على الفتاه الكويتيه. من باب ذوقها، يعني تبي تتعرفين عليها؟ من باب ذوقها، تعرف عليهم، تعرف على العائلات. لانه طبعا انقطعت انا يعني عن الفتاه الكويتيه، انه ما درست في مدارس حكوميه مثل خواتي. نعم. فعلى هالاساس اتجهت لهذا. ورحمه الله عليه ما وافق بالبدايه. لا، ما وافق، لانه كان انه بالنسبه له انه هذا شيء مو معيب، لكن انه كان ما يجوز يعني
من الأسر الحاكمة أنه تدخل في التجارة. نعم. هذا للتجارة وليس لنا إحنا، بس الحمد لله شلون أقنعتي؟ أقنعتها والله بعد الوالدة ساعدتني كثير، أنه مثل ما قلت أنه كان مش فاتح محل للربح، بس هو محل التعرف على الفتاة الكويتية. نعم، كان هدفه هذا، هدفه احتكاك مع الفتاة والسيدة الكويتية. نعم. وكان عنده شرط، أذكر أنك عنده شرط. نعم، عنده شرط أنه ما قعد على الصندوق. الكاشير ما تقعد؟ لا، ما قعد على الكاشير. فالحمد لله إلى يوم صادني قاعدة على الكاشير. صادت يعني؟ صادني، كان مار بالسالمية وشافني، بس الحمد لله كان أب حنون يعني في الآخر. نعم. يعني أعطاني حقي وشجعت في التجارة وال... في المجال. بعدين الحمد لله لما نوينا أنه نأسس مجلس سيدات أعمال العرب، كان هو معاي معنويا وماديا ما شاء الله. وتميزتي في شيخة، وراح نتطرق له أكيد أكثر، بس حابة أعرف صداقات يمكن شخصيتك أنت وشخصية الوالد رحمة الله عليه، مو أي حد بسرعة تصادقونه ولازم يمر باختبارات. صح. إيه؟ شنو السبب رايج؟ والله أخذت هذه من الوالد، أنه دائما تأني بالصداقة، عشان إذا سويتي صديق صعب أنك تتخلصين منه، يكون هو مثلا يتقرب منك أو ييج ببيتك إن كانت سيدة أو رجل. نعم. مثلا تحققين من نواياه أو نواياها، فعلى الأساس أتريث في الصداقة، مو بسرعة أعطي صداقتي. أي. لأنه بالنسبة لي يعني صعب أنه أفقد هذا الصديق. نعم. أو كم مرحلة اختبار يدخل الصديق؟ والله حسب شخصية الإنسان يعني. حسب تقبلك بالبداية؟ بالبداية إيه. في ناس ممكن تتقبلينهم من أول يوم، تحسين أنك تعرفينهم. صح. وفي ناس لا، يكونون مثل واحد في قطار، يركب القطار، في ناس تجلس معاه المسافة كلها، في ناس ينزلون في محطات. صح. نعم. طيب الوالد نفس الشيء كان ينتقي أصدقاء أو أي طبعا. صعب أنه هو يصادق. أي. إنزين، وشنو بعد تشابهينا فيه؟ أنا لقيت وايد شغلات بشخصيتك تشابها. إذا قوت الشخصية فهي جت منه هو ومن تربيته لنا يعني. نعم. كلنا يعني تربينا على أنه ننمي من شخصيتنا، ننمي من شخصيتنا، نعتمد على نفسنا. نعم. وطبعا أهم شيء كان عند الدراسة، أهم شيء يعني أنه نحصل على شهادات، مو أي شهادة، شهادات. نعم. شهادات عليا. يعني حتى لما طلبت منه من تخرجت، أنه طلبت منه أنه أكمل أروح دغري من الماجستير، طلبت تأني ورجعي الكويت لمدة 5 سنين، إذا شفتي نفسك أنه خلص تبين تروحين روحي. فبعد 5 سنين يعني قبول من أمريكا، ورحت حق الماجستير. تالي كملت الماجستير بعد هالفترة. إيه. فهو عند وعده دائما. نعم. بس دائما كان مثلا عنده شيء، أنه صحيح أنه عنده أبو الوالد كان يملك وكان ممكن يدلعنا، لكن نعم. ما لقينا من هذا الجانب، بالعكس لقيت منه جانب اللي اليوم أعتمد على هذا الجانب اللي أعطاني إياه، أنه كبر من شخصيتي وساعدني. نعم. في أي مجال دخلت فيه كان هو دائما يسألني شنو شغلك، كان يسأل المرحومة شيخة بعد، فعلى هالأساس علمنا على المسؤولية. نعم، يعني كان هذا بدافع أن صقل شخصيتكم. نعم. أكثر. إيه. طيب أنا قلت لك إياها من قبل، إحنا من معنا على هالدنيا ما نعرف نقول إلا بابا سعد. صح. فما راح أقدر أقول الشيخ سعد كثر بابا سعد. كان صارم وحازم نفس الوقت، هو حنون ولكن ما يقدر يعبر بالكلام، شلون كان يعبر لكم عن حبه؟ كان يعبرنا عنه في هدايا. طبعا لما يسافر كان لازم يرجع في هدايا لكل شخص منه، يعني بناته وبنات اخوه. نعم. والوالده. فمرات كان مثلا يطلب مني مثلا روح اشتري هديه حق امك، بس خبيها اعطيني اياها تكون مفاجاه لها. نعم. او حق خواتك اذا ما كانوا موجودين معي. نعم. والساعه اللي البسها دائما هي وهذه الساعه منه، اخر ساعه هديه منه، هذه اخر ساعه اهداك اياها. ايه. وما زلت تلبسينها. اي، انا واختي فاديه. الله الله يرحمه يا رب. طيب كلميني أكثر عن وقت اللي كنتوا تقعدون معه، شلون كان؟ قلتي لي إنه كان يراجع لكم الكلمات. كان لا، كنت أنا معاه يعني يراجع كلماته بالإنجليزي. نعم. يعني نفتح القاموس وأسأله يسألني، أنا أقول له إياه بالعربي وهو لازم يقول لي إياه بالإنجليزي. كان عنده الوقت هذا إنه كان عنده إيه يقعد وقت للعائلة يعني. نعم.
طيب شلون كانت حياتك في لبنان؟ يعني كون الكويت انت يمكن ما عشتي فيها وايد، وهي يعني مثلا متحفظين هني او مجتمع محافظ نقدر نقول، بعكس المجتمع اللبناني. انا يعني ما اقدر اقول لك اختلطت في المجتمع اللبناني، يعني من في الابتدائي والثانوي كان عندنا واحده مسؤوله عنا، كنا من البيت للمدرسه، ويوم السبت كنا نروح السينما من الساعة 4 إلى 6، ومو كل أسبوع يعني. أي. فكانت يعني ما أقدر أقول لك إنه يعني صديقاتي كانوا في المدرسة، بس إنه أختلط في المجتمع اللبناني لا. ما كان اختلاط في المجتمع. في المجتمع اللبناني. وعشت هناك عند جدتك؟ لا، جدتي عشت معاها بالكويت. بالكويت. إيه؟ هناك مدرسة داخلية كنت. مدرسة داخلية. نعم. لفترة وبعدين خارجي. نعم. طيب من الشخصيات اللي أثروا فيك غير بابا سعد، كانت مدرستكم أو مديرة المدرسة؟ طبعاً أول من أثر عليه جدتي. نعم. الله يرحمها. الله يرحمها. طبعاً والوالدة، وعلى الإنسان اللي جت وربتنا يعني تعلمت منها الكثير. هي كانت خريجة الجامعة الأمريكانية، فاستفدت من خبرتها، فكانت تعلمني شلون الموضوع اللي بدرسه شنو هو، وكيف كان الأسئلة اللي حتيجي، لأنه كان عندها خلفية من الجامعة. نعم. فساعدتني كثير. فهذه كانت من الشخصيات المؤثرة غير محيطك العائلي يعني. صح. إيه نعم. نعم. طيب الشيخة لطيفة والدتك عسى الله يقومها بالسلامة يا رب، شنو اللي متشابه بشخصياتكم؟ شنو اللي خذيتيه من شخصياتها؟ أخذت منها حب العمل التطوعي، هذه. نعم. من الوالدة، وحب كان عندها مثلا ذوق كثير في البيوت اللي بنتها، تعلمت منها الذوق، تعلمت منها الأنتيكس. نعم. فطلعت يعني هي تقول أنا عندي 5 بنات، بس البنت اللي طلعت مثلي حصة. أنت الأقرب في من ناحية هذه. من ناحية هذا حبي للعشق للأنتيكس ما شاء الله. يعني هني قصر الشعب قاعد نلاحظ الطابع عليه الغالب، الطابع المغربي. إيه نعم. وكان هذا ذوقها. ذوقها إيه. وعندكم إيه. الحوش هني كم سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. سنة لا خلص. لأنه بعد الغزو انحرق القصر كله. نعم. رجعوا إعادة بناء من أول وجديد. نعم. فكان صعب إنه نلاقي نفس الرخام اللي كان موجود من أول. ولذلك استغرقت 12 سنة على ما رديت ورممتوا. صح. والقاعة اللي إحنا فيها الطابع الفرنسي. فرنسي. نعم. فأنتوا عندكم القاعات كل قاعة لها حضارة معينة. إيه تختلف. لكن القصر بشكل عام من برا. من برا مغربي. المغربي. يعني كل الحوش والكوريدات اللي في البيت يعني كلها مغربية. نعم. وهذا ذوق الوالدة. نعم. وكنت تساعدينها بهالشيء؟ أساعدها أنا في تقنية الأنتيكس، أسافر. تحبين الأنتيك؟ إيه، وأدور على الأنتيكس. يعني مثلا عندنا قاعة فوق قاعة الوالدة، القبة التركية قديمة. نعم. حصلت عليها في القاهرة. يعني في أشياء كانت موجودة علي، كنت أنا مشرف على البناء البيت. نعم. كنت معاها يعني تساعدينها بهالموضوع. الموضوع إيه. أخواتك ما كانوا بنفس الاهتمام في المباني؟ لا، كان لهم اهتمام. طيب شيخة عندك صورة، هذه صورة جدتك رح نطلع عليها. اي نعم. هي من اصل تركي. تركي صح. واللي معاها الشيخ فهد. الشيخ فهد اخوك. إيه؟ هي اللي علمتك وايد اشياء. وقالت لك مقولات ما تنسينها. صح. شنو المقولة اللي في حياتك ما تنسينها؟ كانت دائما تقول لي لا تعتمدين على من هو ابوك، اعتمدي على نفسك. فكانت دائما قالت ربتني انه اعرف، علمتني الطبخ، علمتني التنظيف، الكوي، الهدوم، يعني كل اشياء. ست بيت يعني. ست بيت. إيه؟ إيه؟ ست بيت انه لما تتزوجين تكونين انت عارفه تسوين كل شيء. إيه؟ يعني ما كان عندك ان لما عشتي عندها او معاها ما كان الدلع انت لا تسوي انا اسوي لك؟ لا ما كان عندك. خليتك تخليك. وللحين تطبخين؟ الى الحين. وتعرفين تطبخين وتحبين الطبخ؟ احب الطبخ. إيه؟ اي نوع من الطبخ الكويتي؟ كل الطبخ. مرات الف من عندي. حلو. يعني إيه؟ في عندك هذا الحس يعني. إيه؟ ما شاء الله. وشنو كانت كلمتها تقصد فيها اللي هي لا تعتمدين على من ابوك؟ يعني نوع انه مثلا طبعا هي انا فهمت هذا بعدين لما كبرت. يعني كنت صغيره ما كنت افهم، ما اعتمد على ابوي، بس لما دخلت الداخلي فهمت شنو قصدها. نعم. انه واجهتني صعوبات ومشاكل في الداخلي، انه اول شيء اللغه اللبنانيه ما اعرفها، ما افهم. نعم. كان في اشياء مثلا كلام يقولونه
عندنا في الكويتي طبعا غلط، فاعتمدت على نفسي انه لازم انا اخلي بالي من نفسي، لانه على عمر صغير دخلت داخلي، لازم حتى اتحمم، اسوي شعري، دراسه. نعم. يعني فقدت كل شيء، فقدت اهلي، بيتي. نعم. يعني تغربت في جو وفي عالم جديد. صحيح. جدا. فاعتمدت على نفسي. ففهمتي كلمتها هذه. فاصبحت انا صديقة نفسي. نعم. فصرتي بالنهايه ما كنت تقولين يعني انا بنت فلان الفلاني، كنت ما تقولين انا شيخه حصه. لا، ما كنت اقول شيخه ولا كان. كنت ايش تقولي؟ ولا شيء. انا حصه. متصالحه مع نفسك. وصديقه لنفسك. نعم. طيب شيخة، أنا راح أستكمل معك محاور كثيرة في حياتك، لكن أطلع فاصل ونرجع. مشاهدينا فاصل ورادين. وما زلنا مستمرين مع ضيفتنا العزيزة والمميزة الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح. شيخة، قبل الفاصل سولفنا عن أنك أنت لما عشتي برا ودرستي برا ما عشتي أن كونك أنت بنت الشيخ سعد. فشنو الموقف اللي صار مع صديقتك لوسي، وهي أقرب صديقاتك وما زالت ولها مواقف كثيرة وكده راح نذكرها، شنو الموقف اللي صار يوم عرفت منه أنت، أو شلون عرفت منه أنت؟ طبعا أنا لما تخرجت انقطعت اتصالي مع لوسي، لأنه صار الحرب، فما كنت أعرف وين هي. ليوم عندي رفيجة في القاهرة كانت لوسي زايرتها في البنك، فاتصلوا فيني، فقلت لها لوسي ايش قاعد تسوين؟ وين تشتغلين؟ قالت لي قاعد ادور على شغل. قلت لها اركبي اول طياره وتعالي الكويت. فرأيت طبعا وقتها المطار كان مطار قديم، وكان مسموح انه ادخل بسيارتي عند باب الطياره. فنزلت هي، طبعا هي شهقت لما شافت، خافت. اي، فقالت انت بنت مين؟ قلت لها بس ركبي السياره وبعدين اقول ايش انا بنت مين. يعني طول هالوقت كان صديقتك ما تدري من ما تعرف انا بنت مين؟ لا. فهذه كانت فكرتك ان الصديقه تكون يعني لك انت كصديقتك، صديقتي مو كانت بنت منو؟ لا لا، لنفسي. نعم. طيب نتكلم شوي على بيت لشويخ، بيت بابا سعد. طبعا هذا البيت اللي تربينا فيه كلنا، يعني من سنه 54، بيت عزيز علي، لازلت فيه يعني. نعم. وفي ذكريات كلها فيها، فراش الوالد، ولا زلت تنامين على فراش الوالد؟ فراش الوالد، طاوله الاكل مالته، مكتبه، حتى التجوري ماله موجود في البيت. يعني كل شيء على حطته. على حطته. لا طبعا هو البيت انسرق، كان هو بيت قياده لمجيد، فخلوا بس الفراش وطاوله الاكل والمكتب ماله، والباقي أشياء كلها انسرقت. نعم. فما زلتي في هذا البيت؟ إيه، ولدي معي هناك. نعم. إيه، قاعد في البيت الحين، بس مؤقتا انتقلت للقصر الشعبي، من تعبت الوالدة انتقلت. نعم. إلى القصر. ربي شافيها يا رب وطمنا عليها. طيب نبي نتكلم على محطة بحياتك، أتوقع هي النقلة أو يعني سبب التحول في شخصيتك، هي فترة الغزو. نعم. يعني أكيد كل كويتي يعني عاش مرارة بهالفترة. صح. سواء كبير أو صغير، وكان لك دور جدا مهم في هذه الفترة. طبعا هي تجربة أو فترة تنذكر ما تنعاد إن شاء الله. نعم إن شاء الله. لكن كانت قاسية جدا، كان فيها كمية من نوع من الخوف، يعني بالنهار واحد يضحك، واحد يخاف، واحد يبكي. نعم. واحد يعني فترات، ما اقول مره حق رفيجتي خنست بطارياتي، خلصت ابي شحن بطاريات. فكانت فتره صعبه جدا. صح. وطبعا لما قررت انه اقعد، يعني ياني تليفون من الشيخ سلمان انه لازم تطلعين، اخواتك طلعوا. نعم. وصلوا يمكن تقريبا الحدود. قلت له اوكي، خذ سيارتي، خذ ولدي، وخذت معي سيارة ثانية جيمس في سوقها أبوي اليمني مربيني، وعلى بالنا طالعين رايحين خلص على تطلعون على الحدود. ايه؟ ما أدري شلون طالعت كذي يسار، شفت السفارة العراقية وكمية من الجيش العراقي قاعد يطلع منها، قررت إنه ما حأطلع. كان قرارك إن أنت تظلين، يعني ما كان ظرف إنك ما قدرت تطلعين. حقول لأول مرة أقولها، قلتها حق الوالد الله يرحمه، بس أقولها لأول مرة، انه يعني صوت
كنا صوت ابوي او كنا صوت يدي عبد الله، قاعد احسه بالكويت ما حيصير عليك شيء. فغيرت رايي ورحت عند رفيجتي في الشعب وكلمت الوالده في طنجه وقلت لها مع السلامه. وقعدتي خذيتي قرار وقعدتي. طبعا دموعك غاليه وانا وايد انا وايد متاثره في هذه المواقف شيخه، وكنتي فعلا يعني لك مواقف وايد شجاعه، وكنتي من الاشخاص اللي كانوا مع الشهيده اسراء القبندي. اي نعم. اخر مره شفت فيها اسرار كان شهر 10، فكنت طلبت منها انه تخفف شويه من العمليات اللي كانت تقوم فيها. فقالت لي، اذكر للحين، قالت لي اذا القوا القبض عليك وعلى ولدك شو تسوي؟ كنا كل واحده منا عندها سلاح، انا كنت دائما حامله سلاح معي. قلت لها طلقه في راس ولدي وطلقه في راسي. فسالتها اسرار انت شو حيسوون اذا القوا القبض عليك؟ قالت لي لا حتكلم، وان عذبوني ما حتكلم. فلم القوا القبض عليها ياني الخبر، فيانو يعني واحد من عيال عمي قال لي لازم تنتقلين من البيت اللي انت فيه، القوا القبض على اسرى. قلت لها ما حتتكلم، تستشهد لكن ما حتتكلم. سبحان الله، يعني استشهدت وما تكلمت. وانا ابي اطلع شويه من هذا المود لان راح نتاثر اكثر واكثر. وقولي لي لما صار التحرير والتقيتي مع الوالد والوالده، كل واحد فيهم شنو كانت طريقه تعبيره لما شافك؟ طبعا الوالدة يعني فتحت الباب وطلعت لها أنا مع أمي اللي مربيتنا. طبعا حصلت طراق. أعطتك طراق أول ما شافتك؟ إي لمتني وعطتني طراق، قالت لي كثر ما عاد ذبتيني سبعة أشهر. نعم. الوالد ظل ساكت ومن عيونه عرفت إنه هو كثر قدر التضحية اللي ضحيت فيها، وبس حضني وشكرني. يعني صراحة هذه الفترة وقصصك أكيد أنا ودي ندخل فيها، بس أدري راح نتأثر أكثر. ذكري لي بس متى شفتي دمعة أبو سعد؟ شفت دمعة أبوي لما كنت أنا بين الحياة والموت في إحدى عملياتي. نعم. بلغوه وقتها ما كان حتى في تلفونات بلبنان، كان في لاسلكي مال الله يرحمه الشيخ ناصر الصباح الناصر. الله يرحمه. فكلمني على اللاسلكي وطلب مني انه ادخل واسوي العمليه، وهو حيوصل الفجر. فكان في الطياره الهولنديه اللي تاخذ جايه شحن، قال لهم ما تنزل الا اذا تاخذني انا وزوجتي وام زوجتي يعني. نعم. فعلى هذا وصل الفجر، كنت انا خلصت العمليه اول مره اشوف دمعة ابوي. حبيبي يعني كان حنون وانت حنونه مثله، يعني على قوه الشخصيه داخلكم حنان يعني لا يوصف، وواضح الحمد لله من عيونك ومن كلماتك. وانت مع شخصيتك الهاديه لكن انت اجتماعيه جدا الحمد لله، وتاصلين وتزاورين ويعني توجبين الاقارب واصدقائك، بنفس الوقت يعني مسكتي منصب مو شويه. صح. كرئيسه لمجلس اداره اعمال العرب. هذا الرئاسة صار لي الحين مدة 20 سنة من سنة 99. ما شاء الله. إيه أخذ من وقتي كثير، يمكن أخذ وقتي كمان على حساب ولدي يعني، لأنه كنت أسافر كثير بخصوص هذا المجلس. نعم. كان فتي وكان لازم أسافر وأعلم، تعرفين لازم تسافرين مع الوفد والوفود عشان يتعرفون على المجلس. نعم. تتواصلون مع بعض. إيه. فكنت مضطرة للسفر دائما. أسافر الدول العربية كلها، الحمد لله جمعناهم كلهم الحين تحت راية جامعة العربية. والحين عندي اتحاد جديد، هو اتحاد سيدات العرب مع الأفارقة. فالعام كنا في ساحل العاج، السنة رايحين مالي شهر 4 إن شاء الله، عندي دعوة لمالي من السيدة الأولى. ما شاء الله حلو، يعني قاعد توسعون وقاعد يصير لكم اتحاد. اي نعم، اتحاد عربي افريقي. نعم. وهذا التواصل مع اوروبا بعد، يعني تواصل. كان عندنا زياره من وفد هنغاري. وهذا هذا هذا الاتحاد يدعم المشاريع الصغيره وال هذه تو انشاناه في سنه 2014. نعم. هو اتحاد ساحبات المهن والاعمال للمشاريع الصغيره والمتوسطه. الاتحاد موجود، الصعوبه بس الحين في المكان، قاعد ندور على مقر، وان شاء الله وزاره الشؤون تساعدنا ان نلاقي مقر.
ان شاء الله. اي يعني هذا يعني هذه الخطوه الاخيره. اي هذه الخطوه الاخيره المقال. ونبتدي بقى في جلب المشاريع اللي من افريقيا اللي تحتاج رؤوس اموال صغيره. نعم. ونلاقي رؤوس الاموال من سيدات الاعمال الكويتيات او الخليج او العرب. لهذا يطالبين منا زياره للمالي في الساحل العاج، عندهم الكوكو بطر زبده الكوكو. نعم. وهذه قاعدين نسوي عليها دراسه وسوي فيها ان شاء الله استثمار. ما شاء الله شيء جميل يعني. واشياء يعني تفيد كل الانواع من السيدات العاملات. نعم. طيب عندي الحين انا صور وابي نتكلم عنها شوي. عندنا هذه الصوره شيخه، هذه متى كانت؟ هذه في القصر. قصر الشعب، لما الوالد قاعد ينتظر بلير وزوجته تحضر، فالوالدة كانت خارج الكويت، فأنا استقبلتي مع الوالد. وعندنا هني بعد تكريمك أتوقع في الفلبين سنة 2012. هي هذه مؤسسة أوسي للسلام، أوسي للسلام الفلبين. هي مثل النوبل برايز بس بدون فلوس. نعم. يعني كل سنة يأخذون حوالي 20 شخص ويكرمونهم، فكان لي تكريم في هذه في 2000. ولابسه ما شاء الله الزي يعني هني. إيه لازم كل واحد لابس الثوب. وهم كان عندهم الشرطة العسكرية مالتهم تمشي قدامنا بالعلم مال الكويت. وايد ما شاء الله حلو التكريم هذا، يعني شكله وايد حلو. تكريم عالمي يعني ما شاء الله. في طبعا في كل واحد وبحسب عمله من اللي سياسيين وغير سياسيين تخصصه. في منهم دكاترة يعني ابتكروا شيء. فبالخلص أنا يعني بخصوص إنه مساعدة المرأة العربية على الأساس. وخذيتي الدكتوراه الفخرية؟ أخذت الدكتوراه الفخرية في علوم الإنسان. ما شاء الله. وكلميني عن هالجانب شوي يعني. هذا الجانب طبعا يرجع إنه أنا بعد الغزو أسست جمعية صغيرة هي مكافحة الإدمان. نعم. طبعا قبل ما اسوي الجمعيه تحدثت مع الوالد، فكان غير مقتنع انه عندنا مشكله ادمان في الكويت. نعم. لحتى ما صارت اول حادثه انه ولد رموه قدام المستشفى الاميري، على اساس الوالد صار عنده نوع من القبول. نعم. انه في مشكله وشنو هي. فلمده 10 سنين اشتغلت على هذه الهاي، رحت امريكا تخصصت في العلاج لمكافحه الهاي، والحمد لله بعد 10 سنين يعني تكريم من الأمم المتحدة. ما شاء الله. وأخذتي الدكتوراه الفخرية. أخذت الدكتوراه على الأساس. ما شاء الله. طيب وهذه الصورة؟ هذه الصورة سنة 56 عندنا ما رجعنا مع أختي مريم الله يرحمها. الله يرحمها. فكانت عطوني. طبعا أنت الصغيرة. أنا الصغيرة. إيه. وأركب القارب ما خليتني. واضح أن أنت وراك مع القارب. هي واضح انه ممكن في القاري. شنو ذكرياتك وياها؟ كونها الاقرب بالعمر لك او انت طبعا الأقرب. هي كانت مو بس اختي، هاي كانت صديقتي يعني. كنا ننام بنفس الغرفه لما سافرنا تركنا الكويت، كنا ننام في نفس الغرفه من المدرسه الداخلي. فكانت كنت هي تاخذ بالها مني لانه انا اصغر واضعف. أي. وانا اخذ بالي منها انه هي الاكبر، وانا اعطيها مثلا هي تحب تاكل شوكليت، فكل ما يجينا شوكليت اعطيها انه تخلي بالها. أوكي. مني وانا اخلي بالها منها. فكنا لحتى ما يرحمها توفت. الله يرحمها. طيب علاقتك مع اخواتك الاصغر كعلاقه الاخت الكبيره ولا في احترام؟ طبعا. نعم. احترام وفرق العمر يعني. انا اعتبر نفسي انه ينظرون لي كالاخت الاكبر، والاختي تخرجت من الجامعه قبلهم، فكانوا محتاجين شيء دائما يرجعون لي. نعم. فعلى وسانتيهم في الدراسه، في دراستهم، في تخصصاتهم. اي طبعا كنت زي مدرسه لهم في البيت. زي شيء جميل يعني. إيه حلو. إيه. ومتى صارت عندك اللغه العربيه او الكويتي فوق الممتاز؟ باي فتره؟ يمكن لما رجعت الكويت واشتغلت في المحلات يعني. لما نزلتي سوق العمل يعني. سوق العمل
اختلط بالسيدات الكويتيات، طبعا الوالدة كانت تاخذني معاها في المجتمع، فهذا أسسني. بس أول ما كنت أفهم حتى شنو أرد، إذا قالوا ليش مثلا قرت عينك شنو أرد، ما كنت أعرف شنو أرد مثلا. أوكي. حتى تعلمت الأشياء لما خالتيهم وكنت تروحين مع الوالدة واستمع شو يقولون. ما شاء الله الحين الكويتي أحسن مني. لا الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. إنزين، وشو علاقتك مع السوشيال ميديا بالتويتر إنستغرام؟ لا ما عندي وايد، عندي شوية إنستغرام بين أصدقاء بس. يعني خاص ما عندي، لا ما أسوي لا تويتر ولا ما أحب. شنو تحسين هذه خصوصيتك حياتك الخاصة؟ خصوصيتي وأخاف من الصور تنحط على إنستغرام، وها خاف دائما. تعلمنا من الوالد، أولاد ما كان يحب يتصور بكاميرا غير كاميرا مالته عشان استخدام الصورة. فعلى الأساس تربينا أنه حتى أحد بيصورني لازم أعرف صورة بتروح وين، أو هذا على الأساس أخاف من الإنستغرام والتويتر. وايد حريصة وايد دقيقة. يعني طول عمرك كنت بهذا السيستم. هذا السيستم تربينا على ذلك. أو الوالد كان ترباية دراسة بريطانية إنجليزية بحتة. نعم. فربانا على هالأساس. نعم. طيب قولي لي ذكرياتك البسيطة اللي هي هني في الشعب. قلتي لي ما قعدتوا هني وايد لا هي جت فترة. الشعب له قصتين. في الديوان اللي هو ديوان الله يرحمه المرحوم عبد الله السالم. نعم. وفي هذا البيت اللي انبنى وخلص في 86، انتقل الوالد والوالده 86، ما يعني قعدوا فيه 4 سنين، صار الغزو وانحرق ورجع تصلح من اول وجديد. نعم. يعني ذكرياتي في الشعب في الديوان، يعني كان بس الديوان، فكانت مناسبات الوالد يسويها العشوات، يعني كانت العشاء اللي سواها مثلا أول مرة يدخل الفرقة الشرطة بالباك بايبس اللي هي فرقة القرب. نعم. كان فكانوا يسوون يتمشون في الكوريدورات وهم يتعشون الأجانب، فكان وايد يحبونها لأنه شيء جديد، يعني خاصة الإنجليز كانوا مصدقين أنه عندنا فرقة مثل هذه، يعني تباهي مع اسكتلندا. إيه ما شاء الله. صح، لأن هي تقريبا نفس الفكرة. إيه. فكانوا يقدمون هذا العرض. طيب كل لسان بإنسان، منو قالها لك؟ هذا الله يرحمه يدي فهد السالم، كان دائما يقول ويرددها: يا بناتي كل لسان بإنسان. طبعا أنا سألته شنو يعني قصدك، قال لي يعني إذا تكلمتي فرنسي صرتي فرنسية، وإذا تكلمتي إنجليزي صرتي إنجليزية، وإذا تكلمتي إيطالي تكلمتي لهجة، كل ما تكلمين لغة ممكن أنت تستفيدين منها كإنسان، تنتقلين من إنسانة عربية لإنسانة أجنبية. يعني يقصد بالشخصية نفسها، بالثقافة نفسها، تنتقل من لغة للغة. لغة. طيب شنو بعد من هواياتك غير كنت تحبي ركوب الخيل؟ ركوب الخيل، تزلج، طبخ، شغل الإبرة، ما هو يتعلق بالبيت أحبه. كل شيء متعلق بالبيت، لأن شربيتي على هذا الشيء. الأساس. وش اللي ما زلت تمارسينه؟ للأسف ما أقدر أمارس ركوب الخيل ولا السكي لأنه كسرت ريلي. أمارس الطبخ، القراءة، يعني هاي اللي أقدر عليهم. تقرين؟ إي أقرأ. طبعا باللغة الإنجليزية ولا بالعربية؟ حسب، إذا كان في الكتاب يجذبني العربي أقرأ، لكن أكثر شيء بالإنجليزي. بالإنجليزي. إيه. باقي اللغات لا؟ لا باقي اللغات لا. والحين عندك جاليري اللي هو دار الفنون. إي نعم. كلميني شوي عن هذا المعرض. بعد التحرير كنت أنا أشتغل مديرة إدارة تحديث البحوث خدمات الطبية في المستشفى العسكري. نعم. تقاعدت وفتحت دار الفنون، كنت وقتي أقتني أشياء الأنتيكس الإسلامية وبيعها. بعدين تخلت لوسي معي كبارتنر وصارت شركة، والحمد لله نجحنا انه يكون من احسن جاليريز في الشرق الاوسط. ما شاء الله. وهو يعني ما زال موجود الجاليري هذا وجامع للفنون. اي نعم. انا سعيده
في هذا اللقاء شيخة، وفعلا أنت إنسانة جدا راقية جدا حنونة، واستمتعت معك. شكرا. تسلمين. تسلمين. مشاهدينا أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا اليوم، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع حلقة جديدة في أمان الله.